بتمنى طبعا التوفيق للناس كلها، وكل واحد برضو اضرب مصلحته يعني. بالظبط كده. لكن في النهايه عايز برضو اسالك في النقطه دي، النادي الاهلي قدم عرض لاربعه من لاعبيه الكبار سواء وليد سليمان او احمد فتحي او شريف اكرامي او حسام عاشور، هل من وجهه نظرك هل تعامل النادي الاهلي في هذا الموقف بشكل احترافي جيد؟ اكيد طبعا، اكيد النادي الاهلي ما قصرش مع اي حد، وحتى لحد اخر وقت بالنسبه لاحمد فتحي وحسام عاشور النادي الاهلي قعد معاهم وعرض عليهم واحد زي واحد بيساوي اتنين، لما الكره يعني بلغه الكره كده لما الكره في ملعبه والقرار ليك انت، فانت شايف عايز تقعد بالظبط القرار ليك انت، القرار ليك انت، اختار هنا اختار هنا زي ما انت عايز. النادي الاهلي مش عنده اي مشاكل، انت كلنا عارفين النادي الاهلي ما بيوقفش على حد يا كابتن اسلام. صح. واي نادي في العالم كده يعني، كريستيانو قعد 9 سنين في ريال مدريد ومشي النادي ما وقعش ولا حاجه، مع ان اثر فيه تاثير، بس برضه يعني نفس الكلام من عبد الله السعيد لما كان في النادي الاهلي وبرضه مشي الكوره ما وقفتش، النادي الاهلي واقف على رجله تاني وجاب غيره وعمل بطولات. غيره بالظبط وبطولاته، فالموضوع مش حته ان النادي بيتاثر او لا ممكن يتاثر بس مش يتاثر تاثير كلي، لا اللعيب هو اللي هيخسر في الاخر. انت ممكن تكسب شويه فلوس لكن بعد كده لما تبطل هتقول لا انا فعلا غلطت، لان انا فعلا انا لما مشيت من النادي الاهلي عرفت قيمه النادي الاهلي كويس جدا، و يعني حته ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي دي ملايين الفلوس يعني. معلش هاني انا محتاج افهم يعني ايه عرفت قيمه النادي الاهلي بعد ما مشيت؟ ايه الفرق يعني، ايه اللي خلاك تحس بقيمه النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، طول ما انت موجود في النادي انت شايف ان الموضوع عادي ومفيش اي مشاكل خالص والدنيا جميله والكلام ده، اول ما تحس ان انت هتبعد عن النادي، انا حسيتها، أنا اول ما تحس ان انت هتبعد عن النادي الموضوع بيختلف اختلاف كلي. بتعرف قد ايه ان انت كنت في نادي كبير جدا، اكبر نادي في افريقيا، نادي محترم، خيره عليا تمام، الفلوس اللي انا عملتها دي كلها والشهره والمجد اللي انا عملته ده كله من خلال النادي ده، ف بتحس وقتها ان انت خسرت. الموضوع مش موضوع ماديات، انت اللي بتعمل فلوس، لكن المجد ده النادي برضو بيساعدك فيه يعني، مش بتبقى انت بس، انت ممكن تعمل اسم وكل حاجه بس انت لو في نادي اسمه قليل وما بياخدش بطولات كانك ما بتعملش حاجه، لكن وجودك في النادي يعني، انا قعدت سنتين في النادي الاهلي خدت 2 دوري وانا ما كنتش بلعب اساسي، لان يعني فلافيو كان موجود، كان عماد متعب كان موجود، بس اتحسب لك كبيرة جدا. طبعا. بس اتحسب لك ان انت خدت 2 دوري مع النادي الاهلي. فده طبعا في تاريخك لما تيجي تقعد مع اولادك وتقول انا خدت 2 دوري وخدت مش عارف ايه وخدت ايه وخدت ايه، فالموضوع هيختلف. لكن الفلوس زي ما قلت يا كابتن اسلام، الفلوس يعني بتتصرف في اي حاجه في اي يعني، لكن المجد ده مش اي حد يعني. لما بيبقى عندك جمهور زي جمهور النادي الاهلي. طبعا بالظبط، طبعا جمهور النادي الاهلي سند كبير طبعا لاي لاعب، ما هو ده اللي مزعل جمهور النادي الاهلي، لما يكون ان انت حاطينك في مكانه كبيره جدا وتيجي انت تخذل الجماهير دي، فالموضوع ما ينفعش ان هو يعدي بسهوله يعني. بالنسبه طبعا كاسماء كعاشور او كاسماء كاحمد فتحي، الاثنين اسماء كبار جدا وعملوا تاريخ كبير في النادي الاهلي طبعا، فحته ان انت تيجي تمشي وتروح مثلا نادي منافس او تروح نادي عشان خاطر الفلوس، فالموضوع لازم يختلف طبعا كليا يعني.